ينضم إلي عبر الهاتف الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي في عملية بركان الغضب عبد الملك المدني. سيد عبد الملك، أهلا بك. لو تضعنا في صورة آخر الأنباء أو الأوضاع الميدانية في محاور القتال. سلام عليكم بكل مشاهدي قناة الناطق. طبعا اليوم الخميس شهدت محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس اشتباكات في عدة محاور أبرزها محور الخلاطات واليرموك وأيضا السويحلي والنقلية. طبعا هذه الاشتباكات جاءت بعد تمهيد المدفعية الثقيلة لقوات الجيش استهدفت عدة مواقع للميليشيات ومرتزقة مجرد الحرب أكثر. خلال هذه الاشتباكات نجحت قواتنا الباتلة في محور اليرموك والقبض على أسير سوداني جنسية. أيضا نجحت قواتنا في محور اليرموك من تدمير آلية عسكرية، فيما تمكنت قواتنا في محور الخلاطات من السيطرة على مقسم سكني في محور الخلاطات وتأمين تمركزاتها بالكامل مع تكبيد منطقة حشد خسائر العتادي والأرواح والآليات. أما محور النقلية فقامت قواتنا الباتلة بتأمين تمركزاتها بالكامل لصد أي محاولة تسلل من قبل المنقلبين عن الشرعية. طيب سيد عبد المالك، هناك أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسر آمر ميليشيا طارق بن زياد أو أحد القيادات في هذه الميليشيا، هل تؤكد لنا هذه الأنباء؟ نعم، تم أسر قوات باسرة نجحت في أسر آمر سرية وليس آمر ميليشيا طارق بن زياد، هو آمر سرية في ميليشيا طارق بن زياد. ونحن في الإعلام الحربي سنقوم بنشر فيديو لهذا لهذا المجرم أثناء القبض عليه من قبل قواتنا الباسرة. نعم، عبد الملك المدني المتحدث باسم مكتب الإعلام الحربي في عملية بركان الغضب، شكرا جزيلا لك.